سي جمال سند الورفلي ما نهضرش على لو ديتاي اللي هو اكسترا سبورتيف، غنبقى في سبورتيف. واللاعب يلاه علم دابا سند الورفلي اللاعب الليبي يلاه علم دابا قبل قليل بانه غادي يغير الوجهه ديالو، شكر الجمهور ديالو، شكر هذا، وهذا حسابه الرسمي علم فيه اللاعب. واش كنفهموا بانه قريب من الرجاء بغض النظر على الاكسترا سبورتيف؟ هذا الشيء اللي كيتقال ما تيهمنيش اكثر من المعلومه اللي نقدر نوصلوا لها. واش اللاعب الليبي اللي هضرت عليه بزاف الاخبار والقصاصات نقدروا نفهموا بانه قريب من فريق الرجاء الرياضي؟ ما نقدرش نجاوبك. انا لحد الساعه ما توصلت حتى شي حاجه. ربما الناس تقول احداث، حيت كاين الناس اللي كيقلبوا بزاف على الخبايا ديال الرجاء. هي راه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. لا وصلوا بانه راه حنا مشينا لتونس وحنا مع اللعاب، وهذه هذيك كبرك اي فهمتي كاي حركه عاديه مشينا لانه بان لنا بانه اللاعب مزيان ويقدر يعاوننا، ولكن ما ديك الساعه ما تفهمناش. حنا الان كنتسناو لانه اللاعب عنده رغبه كبيره انه يجي عندنا. واني لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه رسميه. نعم. شوف بكل امانه راه ما فيها لا كذوب ولا لا، تنعرفوا مزيان شكون هو في جمال. ولا بي ولا سميتو. انا ما كنامن بحتى حاجه، شي متى كنامن انا باللاعب شنا معنا. تا كيسني. كيلبستوني ويسني. لانه وقعت لينا في جوج الحالات ما غنسميهمش. زوينا فيهم راه ربما سبقونا وهذه وهذه. كنعتقد ماشي سبقونا في السنه العمليه. لا للاسف تاع هذا الجو، تاع هذا الجو ولا مشكله. لا هادو بعاد هادو خارج المغرب. خارج المغرب لا، ما كنبغيش على المغرب ما عندنا حتى مشكله، لكن فهمتي. نعم. انا كندوي خارج المغرب انه شت اللعابه كانوا جايين عندنا ودازوا لجهه اخرى فهمتي. واخرهم المهدي خالص اللي كان جاي عندنا وداك الشيء وطاس به شي واحد وزادوا شويه الفلوس ودار جهه اخرى. وكاين جوج لعابه افارقه اللي كانوا جايين عندنا وتعوجوا، ما كاين مشكل، ماشي مشكل، لانه ماشي في الرزق ديالنا. نعم. ماشي في الرزق، اللي في الرزق ديالنا راه غيجي عندنا، واللي بغانا راه غيجي عندنا، فهمتوا؟ مرحبا بي، اللي بغانا يجي مرحبا بي.